العيادة النفسية من إعداد الإعلامي القدير محمد الشناوي وبضيافته الدكتور وجدي عطية. هذا البرنامج برعاية ومؤازرة من مطعم عشتر. تعرفوا شيء؟ احنا كتير بنهتم بالمقبلات بالأكل الشامي، واحنا بنهتم بالبهارات والتسبيكة في الأكل المصري، واحنا نهتم هواية باللحوم وجودتها بالأكل العراقي. واحنا في مطعم عشتار نهتم بيكم، اعتمدوا علينا. أيا كان، نحن في عشتار نعرف أن لكل مذاق أسرار، فنحن نقدم أجود أنواع اللحوم من ملحمة عشتار الواقعة على 56865 راين رود. عشتار، قصة حضارة ترويها لكم أطباقنا المميزة في كل زيارة. تفضلوا بزيارتنا في 3625 East 50 Mile Road Stirling Heights. مطعم عشتار بإدارة فادي بهنام وعلي البغدادي. 586-698-2585. إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم العيادة النفسية مع الدكتور وجدي عطية. إعداد وتقديم محمد الشناوي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الجديد الذي خصصته الإذاعة لصحتكم النفسية ولتقديم استشارات مجانية حول كل ما يصادفكم في الحياة من تحديات تؤثر على صحتكم النفسية. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ما أجمل أن نشعر بهدوء البال ونعمة الرضا. هذا هو الشعور الجميل بالتمتع بالصحة النفسية. تلتقون كل يوم اثنين بالطبيب النفساني الدكتور وجدي عطية، أستاذ الصحة النفسية والسلوك بجامعة جورج واشنطن سابقا. دكتور وجدي عطية، في البداية نحب نعرف المستمع الكريم الفرق بين الاكتئاب واضطراب المزاج ثنائي القطبية أو الباي بولر. الحقيقة الفرق بين الاثنين مهم قوي انه يتشخص اللي آن، يتشخص بدري. ساعات المرض اللي انا هقول عليه بعد اذنك، الباي بولر اللي هو اضطراب المزاج ثنائي القطبية، انا هقولها يعني بالانجليزي بعد اذن حضرتك واذن السادة المستمعين، اسهل عليا. الباي بولر نقارنه بالاكتئاب. ساعات للأسف البرزنتيشن للعيان بيبتدي على طول الأول بالاكتئاب، ومهما الدكتور يحاول، لأن احنا لازم تو انفستيجيت، احنا لازم نقعد ايه ندور هل في باي بولر، هل في element of bipolarity موجودة ولا مش موجودة، ساعات ما يكونش حصلت قبل كده. ليه دي مهمة بالنسبة لنا؟ لأن ساعات الأدوية بتاعة الاكتئاب لما تديها للبايبولاريتي، لان انه شايف الا الاكتئاب، تخلي الحاله تسوء، يعني الهيجان يزيد والانكزايتي تزيد والبايبولاريتي تزيد. فده من ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول نعمل فيها، يعني مش ابحاث، نحاول نخش في العيان ونسال اسئله محدده عشان نعرف في اي اليمنت للبايبولاريتي ولا لا. سؤال حضرتك هيكون يعني انت خايف من ايه؟ هقول مثلا عيان بتاع الاكتئاب عادة ينام كتير. العيان بتاع البايبولر لما يكون في بايبولاريتي عادة بينام أقل والنوم يبقى متقطع. عيان الاكتئاب عادة المخ هادي وملوش مزاج يعمل حاجة. عيان البايبولاريتي مخه شغال 24 ساعة. عيان الاكتئاب مش غاوي يلبس ولا يقلع ولا يشتري. عيان البايبولاريتي عنده حاجة لمؤاخذة الستات متزعلش مني، الاسبندنج سبريز، يعني خارجة تشتري بلوزة راح جابت البلوزة والجونيلا وفستان وبلطو وهي عارفة البيت مفهوش أكل. يعني في نوع من الامبالسيفيتي، يعني نوع من التهور، نوع من في حاجة اسمها جرانديوزيتي، أنا وما بعد الطوفان. يعني بدل ما أجيب قلم روج هجيب قلم روج وكحل ومانيكير وأعمل ضوافري، وأنا عارفة إن الميزانية هتخرب أو ان انا مش عامل حساب اللي هيحصل دلوقتي، مع اعتذاري طبعا للناس اللي بتشتري، يعني انا ما بصدش حاجه وحشه يعني. فهي دي مهمه قوي، لان انا لو ابتديت اعالج الاكتئاب وبزت مني ان انا اشيل من الموضوع البايبولاريتي، ساعات احنا كدكاتره بنتسبب في ظهور المرض.
انما ده برضو بيبقى مهم علشان نبتدي نعالج بالعلاج المظبوط. سؤالك هيكون ايه؟ هو في فرق بين الاثنين في العلاج؟ نعم، في الباي بولر لازم ادي مود ستابلايزر، ولازم في الاول احاول اتفادى اي انتي ديبريشن، حاجات للاكتئاب. ليه؟ لان الانتي ديبريشن هيزود لي الباي بولاريتي، المخ يسرع اكتر، الاجيتيشن تبقى اكتر، صرف الفلوس يبقى اكتر، الامبولسيف بيهيفير يبقى اكتر، يعني بيبقى فيه نوع من، ما اقدرش اقول تشوش الدماغ، انما عايز اقول ايه، بيبقى فيه نوع من البيهيفير مع المخ مش مظبوط. هل ده مهم؟ مهم قوي. ليه؟ لان اللي عنده باي بولر ده انسان نبيه، عنده القدره انه يخلص شغله بسرعه، عنده تركيزه في مرحلة من المراحل أكتر من ممتاز، عنده القدرة على الاستكشافات. برضو عشان الناس ما تقولش أنا نفسي يجيلي باي بولر، لا، لأن كل حاجة وفيها مشاكلها. طب ليه بيسمى ثنائي القطبية؟ هل لأن في حالات مختلفة؟ لأن في اكتئاب وفي الهاي، في الشعور بالسعادة والجرانديوزيتي. يعني أنا ما عنديش اخ فلوس اللي في جيبك واخدك وعزمك على حاجة عمرك ما اكلتها، ما عنديش امكانيات واروح اجيب اشيك بدلة وتبقى على كريدت كارد وانا عارف مش عارف ادفعه بعد كده، عزمني خمسة ستة في بيتي وانا ما فيش اكل في البيت. يعني في نوع من البور جادجمنت، وطبعا ده مش ذنب، هو الحقيقة المشكلة هي في اللحظة دي البايبولر عامل شغله، بنسميها المينيا. طب هل في اسباب تؤدي بشخص عادي الى انه يصبح عنده اضطراب ثنائي القطبية؟ أنا سعيد جدا إنك قلت الكلمة دي. اللي بيجيله اكتئاب أو بيجيله الاضطراب المزاج ثنائي القطبية دول إنسان طبيعيين، دول إنسان عاديين زيه زيك كده. يعني سؤالك ليه ممكن أنت يجيلك باي بولر؟ أقول لك آه، ممكن يجيلي باي بولر أو ممكن يجيلي ديبريشن حتى في سنك ده، هي مش كومن إنما ممكن تيجي، اللي هو بيبقى إيه، عالي وواطي. النهاردة أقوم مزاجي عالي وأعزم الناس كلها ومراتي هترفدني لأن ما قلت لهاش، والناس تيجي واللي بتعمله ده والوجود. لا، ممكن يجي الحالة يبقى عندك vulnerability. يعني ممكن نعالج الناس من الاكتئاب، والاكتئاب ده هو يستمر فترة وبعدين هللويا مرة واحدة اللي كان مكتئب وكان قاعد في البيت ما بيخرجش ما بيتكلمش ما بيشتريش وقاعد في بجامته و مره واحده نزل واشترى عربيه وعزم خمس تنفار و الى اخره، ودخلنا في ديبت وعمل مشاكل. يبقى حصل ايه؟ نتيجه للانتي ديبريسنت اللي انا حطيته عليها ريحت الاكتئاب فظهرت الباي بولاريتي. عشان كده احنا بنعمل لما بنيجي نشوف العيان اول مره بنتاكد هل في فاميلي هيستوري، لان طبعا في نوع من الجينات موجود عادة في الاثنين. طب هل في حد في العيلة متشخص باي بولر؟ هل حد في العيلة متشخص بمنتال ايرنس؟ ودور اتأكد ودي الاعراض بتاع الباي بولاريتي، لان تملي احنا يعني بيجوا عندنا علامة استفهام في التشخيص بتاعنا، لان ما فيش حاجة ابدا اللي بنعمله كله حتى بالاشعات على الدماغ انها تقولي دي باي بولر او ديبريشن. انما الانتنة بتزيد لو انت جيت قلت باي ذا واي بنت خالتي ولا ابن خالتي ولا بنت اختي ولا بتشخصها باي بولر. حتى انا بالنسبه لي بتكلم على وجدي عطيه، مش بقول كل الناس بتعمل كده، لو في الفليفر او الهيستوري بدي اديوكيشن للمريض وعيلته، وبقترح ان انا ادي كمان مود ستابلايزر اللي هو عشان يخلي المود معتدل مستقر، عشان ما اديش انتي ديبريسن وبعدين يقلبني معاه بالمانيك ابيسود. طيب الطبيب العادي يعتمد على التحاليل لمعرفة وتشخيص المرض، على ماذا يعتمد طبيب النفساني في تشخيص دقيق لسلسلة من الاعتلالات النفسية تبدأ بالقلق أو بالاكتئاب الإحباط وما شابه؟ أنا متشكر أنك سألت السؤال ده. لازم تبقى عارف أنه في ثيرويد، مشاكل في الثيرويد وحاجات تانية كتير ممكن تعمل لك اكتئاب أو تعمل لك مينيا، يعني مش مفيش فصل بين الاثنين، العضوي والنفسي. العضوي والنفسي يعني الانسان اللي جاله سرطان مثلا يعني بيخش في اكتئاب، بيخش في عمليه خوف. سؤالك بقى المهم، هل لازم نعالج الاكتئاب في الحاله دي؟ اقول لك ده لازم، ده غصب عني. ليه؟ لان وانس قلت لك المناعه نتيجه لظروفك النفسيه السرطان تمكن منك. فمهم قوي ان احنا
نحافظ على الاميون سيستم. مهم قوي ان احنا ترول اوت هل موجود اكتئاب ولا ما فيش اكتئاب مع الامراض الموجوده دي. هل المرض ده مأثر فيك نفسيا وجسمانيا وعمليا؟ فلازم ناخد بالنا منه ولازم نعالجه. يعني الدكتور يتلمس من خلال الحوار مع المريض على اعراض معينه يحدد بها حاله التشخيص. ده مهم جدا فعلا. وانا من رايي برضو لاخواتنا الزملاء لما يكونوا شاكين ان في إلمنت شاكين فيها اكتئاب او مينيا او سكيزوفرينيا او بيجي لهم هلوسه والى اخره، ما بقولش ان هم مش عارفين، هم عارفين وممكن يعالجوه. انما لو العلاج مش عايزين يستخدموه حولوه لحد في متخصص في هذا المجال ليساعد على وجودها او عدم وجودها. لان الجسم هو عباره عن ايه؟ جزء واحد بين الدماغ وبين الحاله النفسيه والحاله الجسمانيه. والاوتكم بتاع كل امراضنا بيعتمد انت شايف مرضك بشكله ايه؟ بتحارب مرضك. لو في ارتباك او في اكتئاب هتلاقي نفسك متنح وهتخلي المرض يتمكن منك، ملهاش داعي. لان النهارده احنا متطورين في علمنا، الناس النهارده متعلمه ومتقدمه في تعليمها، ومفيش حد بيتاخر انه سيك هيلب. مش عشان احنا محتاجين زباين الحمد لله، لا. طب بماذا تفسر اصابه شخص خضع لعمليه قلب مفتوح بنوع من الاكتئاب بعد العمليه وقد يستمر لسنوات؟ انت قلت الكلمه، انا عملت عمليه قلبي فدي ابتدت بخوف من قبل العمليه، وبعدين النهارده قلبك اتفتح واتقفل، فانت برضو عندك نوع من الخوف. يا ترى عملوا عمليه صح؟ القفله دي قفلها كويس؟ يا ترى هيجي لي نوبه قلب ثانيه؟ يا ترى دي اخر عمليه ولا هعمل عمليات ثانيه؟ يا ترى العمليه نجحت زي ما بيقولوا لي ولا لا؟ فهي كلمه يا ترى يا ترى يا ترى، انا في رايي الشخصي دي قله ايمان. انت عملت وحطها في ايد ربنا العلي العظيم. طيب احنا اتكلمنا على الاكتئاب واتكلمنا على الاضطراب النفسي ثنائي القطبيه، هل هناك امراض اخرى تصيب الصحه النفسيه؟ لا، الامراض كثيره قوي. في السكيزوفرينيا، الانفصام الشخصي، الانفصام الشخصيه، في الناس بس عندهم نوع من الارتباك مستمر، في الناس اللي بيجي لهم هم سايقين حاجه اسمها بانيك ارتباك. في نفس الوقت برضه في حاجات خاصه بالبرسونا بالبرسوناليتي. يعني في الشخصيه زي حضرتك كده انسان رزين وهادي، وفي الشخصيه العصبيه، الشخصيه الجرانديوز اللي شايف نفسه احسن من الكل، في الشخصيه الخامله يعني ما فيش حاجه على باله. يعني تعددت الشخصيات، وممكن نبقى نتكلم مره على نوعيات الشخصيات بعد كده. طيب هل الانطواء الشخصي يعني وعدم الرغبه في المخالطه والتعامل مع المجتمع تعتبر مرض نفسي ام انها حاله خاصه بسلوك شخصي؟ سلوك شخصي لو انت اتولدت كده. يعني انت اتولدت وطول عمرك منطوي، اتولدت وقاعد طول عمرك لوحدك مش عايز تكلم حد، فانت كبرت عليه، فده سلوك شخصي. انما انت واحد بيلعب كوره وبيخرج ويجي او قاعد يعاكس في ولاد الجيران وقاعد يعاكس شمال ويمين، ومره واحده من غير اي مقدمات، اللي كان في الشارع طول النهار قاعد في الاوضه وقافل على الباب مش عايز يقوم من السرير، لا، يبقى في حاجه حصلت غيرت السلوك. غيرت السلوك. طب السؤال بتاعك بقى ايه اللي حصل عشان تغير السلوك؟ ده انت رجلك مكسوره ولا ايدك مكسوره ولا خبطتك عربيه وجعت لك ظهرك؟ لا، يبقى هنا حصل حاجه في المخ. مشكلتنا ايه بقى؟ ودي مهمه قوي. ساعات البرسبشن بتاعنا غلط. لازم نتعود ان احنا ناخد ديب بريث، نفس عميق. طيب ده يجرنا الى الحديث عن اشخاص نقابلهم في حياتنا عندهم قفز الى النتائج وتعبير عن ذلك بموجات من الغضب الذي يخرج عن السيطره. هل عدم القدره على السيطره على الغضب يدخل في اعداد الامراض النفسيه؟ ايه طبعا، ان ده نوع من الامبالسيف بيهيفير. يعني ايه امبالسيف بيهيفير؟ باخد قرار ملوش اي باك جراوند، ملوش اي سبب، وبخلي الناس تهرب مني. في ناس دي شخصيتها، لو سبناهم كده مش صح. ليه؟ لان ده هيبقى في حياتهم حتى، يعني تطلع في دماغه يعمل اللي طلع في دماغه، وبعدين اوبس تبقى تو ليت، متاخره قوي. انما لو لحقناه في الاول، وزي ما انت حضرتك ما قلت، بيبقى في اكتر من مكان، في اكتر من مجال، هتلاقي الطبيعه دي متغيره.
السؤال اللي بعده، هل ممكن يتعالج؟ طبعا، لانك انت بتعملها وانت مش داري. هل حد يحب يعمل كده ويخسر صحابه ويخسر فلوسه ويخسر عيلته؟ لا، يعني 90-99% لا مش عايزين كده. وبعدين لما بننبهه ساعات مهما بتنبه يقولك انا اسف ويعملها تاني، مش معناه ان هو وحش، برضه فاتت عليه. عشان كده في الحالات دي عايز ثيرابي، بتحطها بقى على الواقع بقى بالورقه والقلم، شوف كل اللي بتعمله ادى لايه. عايز تستمر في الفقدان ولا عايز ترجع حياتك بالطريقه اللي انت شايفها صح؟ عايز تبقى قمر في السماء بيطوف شمال ويمين، ولا عايز تبقى حته خرابه ضيعت مستقبلها؟ طيب، اطلاعك على ما بداخل نفس المريض اللي جاء الى العياده ليشكو من اعتلال في صحته النفسيه، هل يعتمد على جلسات تشاور، تعتمد بالتاكيد على ثقه المريض في الطبيب، ام الاعتماد يكون على الادويه والعقاقير فقط؟ لا، الاعتماد الاول على الاثنين مع بعض. بمعنى ايه؟ لازم المريض يكون صريح مع الطبيب بتاعه، ولازم يقول له على المشاكل بوضوح. يعني ساعات مثلا احنا ككلشر ما نحبش نقول انا متخانق مع مراتي او مراتي متخانقه معايا، فنروح باي كلام تاني وانا اصلي يعني مش عارف ايه، يعني ما حطتش ايدك على السبب. الطبيب هيعرف منين؟ وساعات احنا مش عايزين نروح للطبيب النفسي. يعني ايه انا مش مجنون وانا محتاج طبيب نفسي وانا مجنون؟ ساعات الدكاتره ما اقدرش اقول انهم بينسوا، انما ساعات بيكون عندهم هم نفسهم القدره لانهم عندهم علمهم انه يساعد في هذه العمليه. الحته المشكله الصغيره ان ده بيتم ساعات محتاج لنوع من يعني مش مجرد ادويه. يعني انت عارف لما تكون عايز تستكشف حاجه بتخش جواها قوي، بتقرا التفكير، بتقرا الاسلوب، بتحاول تفهم البيهيفير، السلوكيات العامه والخاصه، بتحاول تشوف الخبره بتاعت الشخص كانت ماشيه ازاي. يعني انسان طول عمره ناجح ومره واحده فشل في حاجه، مش معناه انه فاشل، معناه ان كان في اسباب ادت لنجاحه الاول وفي اسباب بتحصل لفشله. وبعدين ممكن ما فيش اسباب، انت قدرتك الاستيعابيه ما تقدرش تبقى مهندس وانت معلوماتك كلها في الاحياء والتاريخ والكلام ده كله، ما انت شاطر في الرياضيات. يعني كل واحد ليه امكانيات، انما لو انت عايز تبقى مهندس هتبقى مهندس، بس يو انفست في الرياضه والهندسه. يعني لازم تمشي في طريق معين عشان تحس بنفسك في هذا المجال. انما تقول انا عايز ابقى مهندس وانت ما عندكش فكره عن الحساب وغير راغب والهندسة في التعلم، وغير راغب في التعلم، هتجبلك كده على 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 طبق وتبقى اسمك المهندس، ما تنفعش ابدا. وبعدين انا راجل عجوز، كل وظيفه لها احترامها والاحتياج ليها، كل الوظائف. فانا عايز اقول كلنا بنمثل ايه؟ شبكه محتاجين لبعض. طيب، نفكر الساده المستمعين بالايميل عشان يبعتوا اسئلتهم للدكتور وجد عطيه في العياده النفسيه. WATTIAMD@gmail.com. W as in window, A apple, T Tom, I eyes, A apple, M medical, D doctor @gmail.com. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور وجد عطية، وإلى اللقاء في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من العيادة النفسية. العيادة النفسية مع الدكتور وجد عطية. إعداد وتقديم محمد الشناوي.